باقيين معاهم بعد الحمد لله تيجيبوا الكاس ان شاء الله ويكون كاس مغربي. ولما لا نمشوا للنهايه او نصف النهايه لاننا صراحه نستحقوا. وهذا التاهل تاريخي لاول مره من نوعه للبلد عربي وبلد افريقي لتوصل لهذا المربع. لا ان شاء الله البرتغال في الجيب، عندنا معاهم حساب قديم ودابا جا الوقت باش نصفيو معاهم الحساب القديم. متابعي موقع لوماتان سبور، مرحبا بكم في ميكرو مونديال جديد. حنا اليوم كنتواجدوا مباشره في سوق واقف، تلاقينا العديد من المغاربه وسولناهم حول رايهم في المباراه التاريخيه اللي لعبوها اسود الاطلس يوم امس امام المنتخب الاسباني وتاهلهم التاريخي لاول مره في التاريخ لدور ربع النهائي، وكذلك سولناهم على الفرحه اللي عاش الشعب المغربي يوم امس في المغرب، وكذلك حول توقعهم للمباراه القادمه اللي غادي يلعبوها امام المنتخب البرتغالي. نخليكم مع التصريحات. السلام عليكم، كيفاش شفتي التأهل التاريخي ديال المنتخب المغربي؟ شفنا الفرحه البارح ديال المغاربه في الشوارع، كلشي خارج فرحان، كيفاش عشتوا نتوما اللي في قطر هذا التأهل هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بعدا تنهنيو الشعب المغربي كيف ما تنهنيو العالم العربي والافريقي، لان هذا تأهل ماشي يخص المغرب بوحده، فكيف ما شفتوا الفرحه كانت عارمه في جميع ربوع العالم، يعني في جميع الدول شفتوا واحد الاحتفالات الكبيره. هذه الاحتفالات اللي كانت التتويج ديالها هو الخروج ديال الاسره الملكيه ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس مولاي رشيد، اللي خرجوا البارح كذلك الشوارع المغربيه يعبروا على هذه الفرحه. وهذا التاهل التاريخي لاول مره من نوعه للبلد عربي وبلد افريقي لتوصل لهذا المربع. كيف ما تنشكر كذلك المدرب لان اخذ المنتخب في وقت وجيز وقدر يصنع به الحدث. اذا تنحيوا تنحيوا اللاعبين ديالنا، وكيف ما مشى مقابله بمقابله غادي بواحد خريطه الطريق يعني مميزه. الان تنتمنوا ان شاء الله الماتش ديال البرتغال ان شاء الله غادي يكون فيه الحدث الكبير ان شاء الله، ونتاهلوا للدومي فينال. ولما لا بهذا الطاقم، يعني الطاقم لا الاداري ديال الجامعه مشكوره كذلك اللي وفرت جميع الظروف، ولا كذلك الخطوط الملكيه المغربيه والشعب المغربي وسيدنا الله ينصره، لان لكل ما واحد العدد هذه الفرحه صنعوها واحد العدد ديال الناس، منها الجمهور اللي حاضر هنا كيف ما شفتوا بكثره، ولولا التسهيلات ديال التنقل وديال هذا ما غادي يكونش هذاك كأنه في مركب محمد الخامس. تشوف واحد الفرحه عارمه، وهذا حتى هو زاد واحد القوه واحد الضغط. كذلك مشكوره للجميع اللي جابت جميع امهات واباء اللاعبين اللي حضروا، حتى هما زادوهم واحد القوه. اذا بهذا الشيء كله كان واحد العرس اللي شهد به العالم، وان شاء الله غادي تكون مفاجاه ان شاء الله في هذا الكاس القطري ان شاء الله. التاهل بعد فرحونا المغاربه وشرف كبير للعرب كاملين، والتاهل اول دوله عربيه كتتاهل، شرف كبير لكل دول مفتخرين بينا الحمد لله وفرحونا بزاف. حنا جينا لقطر 15 في الشهر وباقيين معاهم بعد الحمد لله تيجيبوا الكاس ان شاء الله ويكون كاس مغربي، بعد نوصلوا غير الفينال. المهم لعبوا مزيان وفرحونا وفرحوا كاع المغاربه الحمد لله. صراحه شرفوا العرب وشرفوا افريقيا كامله، والدراري تقاتلوا، والمدرب دار الثقه في اللعابه، واللعابه داروا الثقه في المدرب، والركراكه فرحنا واللعابه تقاتلوا. حضرنا ضروري، خصنا نحضروا، حنا هنا ما نحضروش. شوف الصوت مشى ضروري. الحمد لله كان فوز تاريخي على 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 الاسبان، وفي التصريح ديالي قبل كنت قلتها، قلت لكم غادي نفوزوا على الاسبان، والحمد لله كان الفوز على الاسبان، وتأرنا منهم المباراه اللي كانت فايته في 2018 الحمد لله. وكنشكر كاع اللاعبيه بذلوا مجهود كبير، وكنشكر بونو، وكنقول لبانون كوراج يا بانون، ان شاء الله الماتش الجاي يتحرك مزيان. وشكرا بونو، شكرا للجمهور المغربي كامل والجمهور العربي كامل، وشكرا لكم انتم. لا ان شاء الله البرتغال في الجيب، عندنا معاهم حساب قديم ودابا جا الوقت باش نصفيو معاهم الحساب القديم. ديك الساعه كان الحكم الفار يعني كان منحاز ليهم، دابا ما كاين لا فار لا والو، كلشي راه مفروش دابا على الطابله. وكنشكروا قطر على التنظيم هذا، حيت بحكم ان يعني قطر كبلد عربي يعني نظمت هذا المونديال هذا، يعني كسرت حاجز الفار، يعني ما عمر الفار دابا غنشوفوه منحاز لهم، يعني دابا نقدروا نبرزوا المؤهلات ديالنا. وراه شفنا دابا الحمد لله، شوفي فين وصلنا،
و تنتمنوا يعني ما نوقفوش حتى للفينال ان شاء الله، غنضربوها بشي جوج لواحد ان شاء الله. من البرتغال ان شاء الله. صراحه انا لابس التوني ديال تونس لانني كنشوف التوانسه كاملين اللي كاينين هنا في قطر كانوا ساندونا وكانوا واقفين معنا، وهذا القميص هو هديه من واحد تونسي اللي عطاه لي وكان معنا في الملعب، كان كيساند المنتخب الوطني اللي المنتخب ديالنا صراحه شرفهم وشرف جميع الدول العربيه، لما لا نقولوا بانه شرف العالم، لان العالم الحمد لله متواجدين فيه المغاربه. شفنا الشوارع ديال العالم خرجت عن بكره ابيها فرحانه بهذا التتويج اللي قدموا المنتخب الوطني، لا من لاعبين ولا طاقم تقني ولا جامعه ملكيه. اليوم صراحه المغرب كثف الجهود من اجل هذه اللحظه التاريخيه اللي صراحه فرحنا بها وفرح بها جميع العالم العربي. اليوم نتمنى على أننا نبقاو ماشيين في هذا المسار، ولما لا نمشوا للنهاية أو نصف النهاية، لأننا صراحة نستحقوا كمنتخب مغربي. صراحة لدينا لاعبين واعدين وعندهم ما يقولوا، كيف ما أعطوا الكلمة ديالهم إلى حد الآن نتمنى على أنهم يعطيوا الكلمة ديالهم في قادم الأيام، ونكون هذا كأس العالم ديال قطر يبقى متورخ في رأس جميع المغاربة، لأنهم يستحقون الأفضل ويستحقون ما آلت إليه النتائج التي كنا نطمح إليها، ولله الحمد.